أخ عبد الرحمن من السعودية يقول: هناك حديث لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يتحدث فيه عن سدرة المنتهى وما كان عندها، أرجو ذكر الحديث وتفصيل الكلام فيه. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من هذيل، من أوائل من أسلم، وهذا الحديث الذي يذكره الأخ عبد الرحمن أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا في رحلة المعراج عند سدرة المنتهى. أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وأنه يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا، المقحمات. تفصيل هذا: أعطي الصلوات الخمس، فرائض الدين كلها فرضت والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، إما في مكة وإما في المدينة وإما فيما بينهما. يأتي جبريل عليه السلام بالوحي فيعلم الناس ما افترضه الله جل وعلا عليهم، مثل الصيام، الصدقات، الحج، وغير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه، فكل ذلك وقع والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. الصلوات الخمس فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى، وهذا يدل على أن الصلاة معراج روحي بالعبد إلى ربه. ومن قرأ القرآن تأمل تبين له عظيم هذه الفريضة عند الله، كيف أن الله عز وجل أمر بها وأمر بالصبر عليها وأمر بأن نحث أهلينا وأبنائنا عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولما أثنى الله على إسماعيل قال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكرها الله عز وجل متعلقة بالرزق: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا ما يتعلق بالصلوات الخمس. وفي ثنايا الحديث تحدثنا عن كيف أن موسى عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا تقدر على هذا. الثانية: أعطي خواتيم سورة البقرة، المراد به الآيتان، قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان الكريمتان أعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند سدرة المنتهى، ثم جاء بعد ذلك ملك إلى الأرض والنبي في المدينة، وهذا الملك لم يكن قد نزل إلى الأرض قبل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فسورة الفاتحة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة على الصحيح، لكن خواتيم سورة البقرة أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الملأ الأعلى، ولكن نورها وأجرها والإخبار عن نورها جاءه عن طريق ملك استأذن ربه أن ينزل فنزل، فأخبر وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأجر وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض. هذه الثاني من حديث ابن مسعود. الثالثة، وهي بشارة عظيمة للأمة: يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا، المقحمات. المقحمات أي كبائر الذنوب التي تقحم صاحبها في النار. هذا الحديث فيه رد عظيم على الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار. الحديث الصحيح عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم فيه رد عظيم جليل على الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة لا بد أن يخلد في النار. الجمع بين هذا الحديث وما بين آيات الوعيد أن يقال إن هذا الحديث مقيد بآية النساء، آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله، أي قول عبد الله بن مسعود: ويغفر لأمته لمن مات ولا يشرك بالله شيئا، المقحمات، أي لمن شاء الله أن يغفر له، داخل تحت المشيئة، أي لا يخلد في النار.
وهذا كما قلت رد على الخوارج وبيان للحق، بينا أن هذا الإطلاق في هذا الحديث مقيد بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا بين بجلاء.